مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. السلام عليكم يا شباب. اليوم مباراتنا أمام المنتخب المغربي. يا جماعة الخير أقول لكم ما شاء الله ما شاء الله، مثل ما استمتعتوا مع المنتخب المغربي في كأس العالم في قطر، فهذول الشباب يقدمون متعة في بطولة سوكا وولد كاب 2023، وهم ما شاء الله من المرشحين للفوز بالبطولة. 1-0 اليوم، 2-0 بس زيادة ما نبغي. حياكم الله. احنا شوي شوي، لا ان شاء الله اللي يفوز منا نقول له مبروك ويواصل المشوار ان شاء الله للنهاية. حياكم الله يا شباب يا اخوان، موفقين ان شاء الله. طالت طالت الله الله. شكرا شكرا، هدية غالية جدا يعني. هي هدية غالية ولكن ما تغلاش، ما تغلاش يعني. شنو قدمتي وشنو قلتي على المغرب؟ شكرا لك شكرا لك شكرا. وهذه هدية بسيطة، هذه من المغرب لإلك، وهذه نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.